بالظبط كده، انا مع حضرتك في هذه النقطه، ولكن مسؤوليه الاهلي في ايه؟ في اختيار توقيت المؤتمر الصحفي العالمي اللي هيتعمل ازاي؟ يعني اي نادي اخر كان هيقول لك، او يعني ممكن حد تاني يفكر بشكل اخر يقول لك انا اعمل قبل النهائي وابوظ الدنيا ومش عارف ايه والكلام ده كله، لكن الثقه الكبيره اللي اولها مجلس الاداره وجمهور النادي الاهلي للاعيبته لعيبه هذا الفريق والجهاز الفني، اعتقد ان ده شيء كبير جدا جدا جدا. ان انا النادي الاهلي والمسؤوليه اللي حضرتك كنت بتتكلم عنها يا استاذ جمال، مجلس الاداره، ان انت انا دلوقتي مش هعمل حاجه، هفضل ماشي في اجراءات المحكمه الرياضيه وكذا وكذا وكذا. ده له هدف برضه يا كابتن، اتفضل. هدفه ان انت ممكن تقلب الموضوع لحاله من الفوضى، انت اللي هتتضرر، انت اللي هتتضرر منها. يعني انت النهارده لو قلبت هذا الموضوع وعملت المؤتمر دلوقتي وقاطعته واعلنت مش عارف كذا وكذا، بالعكس ده هو النادي الاهلي حريص جدا في هذه المرحله اطار مسؤولياته على نقطه مهمه قوي طبعا. وانا بحييك شخصيا وبحيي القناه على تركيزها في هذه النقطه، انها فاصله تماما الاداء الاداري وموقف اداره النادي طبعًا الاهلي طبعًا وموقف اعلام النادي الاهلي. وانت سمعتك بتقول يعني انا مش عايز اللعيبه تسمعنا خالص في هذا الامر. صح، صح. انتوا لكم كلاعبين مهمه محدده، واخد بالك؟ هذه المهمه المحدده هي داخل المستطيل الاخضر. طيب انت هل الصح بقى انك تضرب كرسي في الكلوب، ولا ان تتحفظ على كل الاخطاء اللي بتجري حاليا، ثم في نفس الوقت تحاول توفر الاجواء المحترمه لاداء المباراه بشكل كويس ان شاء الله والفوز بيها؟ طب ما الاهلي بيلعب وفي نفس الوقت، طب ما الاهلي يا كابتن اسلام بيلعب ماتشاته اغلبها طبعا بره، طبعا مش كده، ولكن وبيوجد بره في نفس الوقت. انا ماشي في سكه، في السكه القانونيه طبعا طبعا، يعني برضو عشان انا الحقيقه كلمني عدد من الجمهور، اكيد كلموا حضراتكم وقابلوا حضراتكم من بعد ما صدرت بيانات النادي الاهلي، والحمد لله ان وجود حضراتكم برضو، واحنا في كل حته كل الاهلاويه بيفهم يعني، واحده واحده بنقول للجمهور يا جماعه في هي عايزين يطلعوا على الحيثيات يا كابتن عشان يطمئنوا. ليه؟ لانه زي ما استاذ جمال قال، ما اسهل ان الاهلي وفي جعبته الان مشروعه مرتب جدا، لكن من حسن الإدارة والاحترافية أن تلقي بالأوراق في وقتها. مظبوط، يعني مؤتمر صحفي عالمي. لا، وكمان يا كابتن عصام أن تكمل مشوارك، مسيرتك. ما هي عاملة زي يعني معلش، أنت وصلت أنت واصل إلى المباراة النهائية، صحيح ليك تحفظات على ملعب المباراة، قلت الملعب والشكل، لا هو مش الملعب، وكيفية اختيار الملعب هي كده، هي اللي بتأثر كده، صح. مش بالزبط. الملعب طبعا انت ياما لعبنا وياما كسبنا وياما تعادلنا، لكن في النهاية كاس العالم للأندية انت كسبت الهلال السعودي فين؟ في الإمارات. طيب ما كسبتوش هنا يعني يعني انت اقصد عندك القدرة وعندك الإعداد النفسي والفني والبدني للاعيبتك اللي يستطيعوا ان هم في اي مكان يأدوا.